سلام عليكم، موقع اسمه ديزي دوت اي اي هيخليك تقدر انت من خلال الذكاء الاصطناعي تصمم استراكشر تيمبر، وليك ان انت تجربه مجانا. هو سعره $59 في الشهر، وليك تجربه لمده شهر مجاني. تيمبر هي الفكره بتاعته ان هو اتعلم من ناس صممت قبل كده، وعنده الخطوات اللي يقدر ان هو يساعدك فيها في ان هو يعمل لك تصميمات، بحيث لما يحصل اي تعديل هو اوتوماتيك يعدل بقيه العناصر اللي مرتبطه بيه بالشكل دوت. فهو ده التطور، وده ان شاء الله اللي هيجي في كل البرامج اللي هتنزل حديثا، سواء مثلا اخر تحديث في الريفت، اخر تحديث في تيكلا، وهكذا. ده مثلا هوت يبدأ يساعدك في عمل التصميم من خلال الجنريتيف ديزاين، من خلال الذكاء الاصطناعي. ظهر معايا بالشكل دوت. ده أساس الناس كتيرة عمالة تقول لي انت عمال تتكلم عن معماري، عايزين بعض الأمثلة الإنشائي. دي بعض الأمثلة اهيت.